أحبتي في صحف اليوم، ونبدأ بصحيفة الصباح وتحديدا في الصفحة الأولى نطالع. اليوم 10 ملايين تلميذ وطالب يبدأون عامهم الدراسي. يتوجه اليوم الاثنين ما يقارب 10 ملايين تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات إلى المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، وسط تحضيرات مبكرة اتخذتها مديريات التربية من خلال توزيع الكتب وحملات الصيانة. الحلبوسية، الاستقرار السياسي مفتاح الخدمات والإعمار، حيث شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة توافق القوى السياسية في محافظة ديالى على معيار خدمة أهاليها، مؤكدا أن الاستقرار السياسي هو المفتاح الأساس لتقديم الخدمات والإعمار. 20% من الوحدات السكنية للقوات الأمنية وذوي الشهداء. وأيضا المالية النيابية تتوقع انخفاض العجز في موازنة 2020. حراك نيابي لحل أزمة العشوائيات. وأيضا نطالع 200